طلبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأضافت الوكالة أن الشاحنات التي وصلت للقطاع ليست سوى قطرات قليلة في مواجهة الاحتياجات الهائلة للمواطنين بغزة. وقالت الوكالة إنه إذا لم يتم توفير الوقود لغزة فإن توصيل المساعدات ومياه الشرب وتشغيل المستشفيات سيتوقف غدا. أكد برنامج الأغذية العالمي أنه لا يمكن إيصال المساعدات إلى قطاع غزة بدون وقود. وأشار البرنامج إلى أن المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة حتى الآن تشكل نسبة ضئيلة جدا مقارنة بحجم الاحتياجات في القطاع، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها المخابز والتي تعمل مع البرنامج، وذلك في ظل شح الوقود. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت مسؤولة أممية أنه دون الوقود لن تعمل المستشفيات أو المخابز، مشيرة إلى أن هناك 4 مخابز فقط تعمل في القطاع بأسره، بعد أن كان هناك 23 مخبزا يعمل مع البرنامج في بداية التصعيد. وأكدت أن البرنامج قلل من الحصص التي يحصل عليها كل شخص في اليوم كي يتمكن من الوصول إلى أكبر عدد من الناس.